أصدقائي وصديقاتي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون الرابع، كان هناك التقاء جميل جدا للمبدعون. التقوا لكي يتحاورون، يبدعون، يتناقشون، يتنافسون أيضا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حفل ختام مهرجان القاهرة الرابع للإذاعة والتلفزيون. أعزائي المشاهدين، كانت لنا هذه اللقاءات ونقدم لحضراتكم صورة حية من هذا الحفل. جائزة أحسن ممثل دور أول، حسين فهمي. أصدقائي صديقاتي، ومن النجوم الكبار الذين نلتقي بهم ونجدهم دايما في كل مهرجاناتنا وحريصين على حضور المهرجانات، النجم الكبير الفنان حسين فهمي. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. حسين فهمي، طبعا كرئيس مهرجان دلوقتي لازم نقدمك مش بس الفنان الكبير، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ودي طبعا مسؤولية تقع جديدة على عاتقك. أنا متأكدة وكلنا والجمهور متأكدين إنك هتكون إن شاء الله قدها وأكتر. بحاول إن شاء الله. إن شاء الله. أهمية حضور بقى المهرجانات زي مهرجان التلفزيون بالنسبة لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قطعا في تلاقي بيحصل مع شخصيات كتيرة، أهمية التواجد. التواجد أهميته أن الزملاء الفنانين من العالم العربي كلهم بيبقوا موجودين، أعمالهم بتبقى مشاركة، أعمالنا إحنا بتبقى مشاركة، بنلتقي في عدة لقاءات، بنشاهد أعمال بعض، وبالتالي بنقدر نحدد إحنا وصلنا لفين وبقينا فين، والسنة اللي فاتت كنا بنعمل إيه، السنة دي هل التوصيات اللي بتصدر عن المهرجان أخذ بيها، وصلنا لإيه في الأعمال الدرامية، في أعمال الأطفال، في غيره. من هنا بنستفيد من كل ده. اتفرجت على بعض الاعمال المشاركه؟ اتفرجت على بعض الاعمال المشاركه، وكنت اتفرجت عليه قبل المهرجان كمان. قبل المهرجان كمان المحطات فضائيه كتيره بقى دلوقتي خلاص. عجبك حاجات معينه؟ في حاجات هايله طبعا، وفي انتاج متميز في بعض الدول العربيه، وفي انتاج متميز في مصر ايضا. انا بس عايز افهم ايه هدفك بالظبط. مش ممكن هتقدر تفهم هدفي لاني مختلف معاك عقائديا. احنا بنتكلم دلوقتي بعيد عن الشعارات، احنا بنتكلم لمصلحتك يا عثمان. انا عايز امشي من هنا. تو تو جبتوني هنا ليه؟ بص بقى، انا عايز اطمنك في حاجتين لازم تعرفهم. اولا، لا يمكن هسلمك للبوليس السياسي. ثانيا، مش هخليك ترجع للبرنسيس شايندا. بتقول ايه؟ تعرف برنسيس شايندا؟ الله الله الله، دي مؤامرة بقى. اقعد مكانك، ما تتحركش، لحسن الجرح بتاعك هينزف تاني. الجرح هيفضل ينزف لغاية لما نخلص من شاهندة ومن اعوانها. الجرح هيفضل ينزف لغاية لما بحور الدم تبقى مليانة في الشوارع. انت يا ابني بتجيب الكلام ده منين؟
مين اللي فهمك كلام فارغ ده؟ بحور دم ايه اللي هتجري في الشوارع؟ دي مش طبيعة مصر ودي مش طبيعة شعب مصر. ومين بقى هسمح لكم بالكلام ده؟ ايه ده بس يا يوسف، اهدى اهدى يا عمر. الولاد دول مضللين يا ابني. اللي يحب البلد ما يفكرش في الدم، اللي يحب البلد يفكر يحررها، اللي يحب البلد يفكر يجمعها تحت كلمة حرية. عمر ما الرصاص هيحل مشكلة، عمر ما حكم الفرد كان هو الهدف، عمر ما الديكتاتورية كانت هي الحل. عشق غريب جدا لحكم الفرد، عبودية مقصودة متخطط لها. اسمع بقى يا ابني، احنا لا يمكن هنسمح بالكلام ده، انت فاهم؟ شعب مصر لا يمكن يسمح بالكلام ده. احسن ممثلة دور اول، هدى سلطان. مدام هدى، يمكن وانا بقول النهارده وحياتك بالرغم انك تعبانه واحنا بنقول الف سلامه وبنطمن جمهورك ان رجلك بخير. لا التعب، اصل انا بقى اتزحلقت في الحمام بعد الشر عليك. لا اتلوت رجلي، وانا بطمن حبايبي اللي شايفيني كده بالعصاية ان دي حاجه مؤقته، يعني شويه مجرد لويه، ويستحسن ان انا امشي على العصاية عشان ما احملش عليها قوي. وبصراحه بقى هو الوزن له دخل كبير في ان انا رحت واقع على رجلي. ربنا يطمننا عليك يا رب. يمكن انا وشفت حضرتك وانت واقفه على خشبه المسرح وبتستني الجايزه، حقيقي ما حسيتش خالص انك بتشعري بهذا الالم اللي انا حاساه دلوقتي من فرحه الجايزه. انا نسيت، انا وانا طالعه يعني ماسكه العصايه، بنتي معايا ناهد ماسكه العصايه عشان اطلع بيها. طبعا مش عيب، كتير بيقعوا وبعدين ما يقع الا الشاطر يعني. فالحقيقة رحت سايبه لها العصاية ورحت طالعة من جمال اللقاء بيني وبين الجمهور اللي أنا بحبه، اللي أنا بعمل كل هذا عشان خاطره هو، يعني عشان يبقى راضي. وأنا الحقيقة يعني مقلة لأني براعي إن أنا أختار الجيد قوي وأكون عند حسن ظن جمهوري اللي هو واثق فيا وواثق ان انا، وانا عشان كده ببقى خايفه جدا جدا اني انا اقدم عمل يكون يعني احس ان ممكن يكون ما هوش جيد 100%. كل ادوار الجميله يا مدام هدى، تقول لنا ايه عن الدور ده وعن الجايزه؟ شوفي انا هقول لك، دور فاطمه تعلبه في الوتد دور غير تقليدي، ما هياش الام اللي احنا المتعارف عليها. الام طبعا تضحيه، والام حب، والام حاجات كتير قوي حلوه وجميله وعظيمه، لكن هذه الام بالذات دي نوعيه خاصه. الأم اللي عندها بيتها ده مملكتها، يعني لدرجة أنهم كتبوا على بيت فاطمة علابة إمبراطورية فاطمة علابة، وهي اللي تجمع بين سبع رجالة أولادها وبنتين. ده غير بقى الست الـ زي بالبلد يعني نسوان الرجالة اللي هي مجوزها، هي اللي تجوزهم وهي اللي تشتري الأرض وهي اللي تروح وهي اللي تيجي وهي اللي تمشي البيت وهي اللي تعمل كل حاجة، يعني وتد عارفة، ولا تشكو ولا تتذمر ولا تضعف. وده الحقيقة كتير جدا قالوا لي احنا محتاجين لهذه الام دلوقتي، الام اللي هي ما بتشتغلش لكنها طول الوقت في شغل، شغل لصالح مين؟ لصالح اولادها. بس انتك عشت الشخصية باحساس جميل وكنا كلنا متوقعين هذه الجاية. شوفي هقولك، انا عشتها وحبيتها، انا حبيت هذه الست فاطمة علابة دي، حبيتها حب لدرجة ان انا ما قدرتش انسلخ منها، والى الان يعني بصراحة بحسها جوايا. وهم اولادي بيقولوا لي انت فيكي كتير من فاطمة علابة. من هدى سلطان وفاطمة علابة، وفعلا يعني لو لم كنتش فيا كتير منها ما كنتش اقدر اقديها بهذا الصدق. فعلا يعني براو عليك يا دكبي، تسلم ايديكي. تسلمي لي. تعرفي انت ربنا بعتك ليا من السماء، انا لو اعرف كده كنت عجلت بالجواز. كتر الحزن يعلم البكا يا حكيماني، كنت طول الليل قاعده برجلين ابويا، اهو دلوقتي باجي مش لاقي اللي ادعكهم له يا حبه عيني. لا وامك فين؟ امي ايدها خشني بتخلي ابويا يصاوب. ايوه كان الله في عونه، ابوك ده متحمل كتير قوي. والنبي دمي غلباني وعلى نيتي. كلنا غلابه،
خلينا في المهم. شوقك يا ام عارفه شغلك في الدار هيبقى ازاي؟ اللي ربنا يقدرني عليه هعمله ان شاء الله. شغل الدار بحاله. لا فاطمه تعلبي ما تعرفش شغل الجهجهون دي. كل واحد هنا عارف اللي له واللي عليه. وماله يا ام؟ النظام عندي كده، كل واحد عارف شغلته وبيعمله، كل واحد معلق من عرجوبه. فلان قال فلان عاد، حسك عينك تعمليه. الفتنة عندي قطع لسان على طول. الفنان عمرو دياب. أصدقائي وصديقاتي، ويكرم في مهرجان الإذاعة والتلفزيون الرابع النجم الفنان عمرو دياب. مساء الخير، أهلا بيك وألف مبروك. الله يبارك فيك. متشكر. مبروك تكريمك من بلدك الحبيبة. الله يخليك. عمرو دياب، شعورك في تكريمك؟ اتكرمت قبل كده في مهرجان عالمي ودولي، والنهاردة بتتكرم في بلدك، شعورك؟ واحنا بنتكرم بنتمنى ان احنا نتكرم في العالم كله عشان نتكرم في مصر. يعني هو نلف ونرجع نقول مصر لو كرمتنا احسن من كل الدنيا. الله جميلك. الله يخليك. ده لازم تعمل غنوه بالعنوان ده. يا ريت. بيقول مطلعها ايه؟ لا، ما انا قلت انا مهما كبرت صغير، يعني ممكن اقول حاجه ثانيه بعد كده ان شاء الله. كانت جميله جدا اغنيه الافتتاح حقيقي. الله يخليك. متشكر. وان احنا نفتكر كل عظمائنا وعباقره مصر. ما انا بقول المعنى كان جميل، وكان كاتبه الشاعر عادل عمر باسلوب جميل، ولحنه الفنان حميد الشاعري، ووزعه باسلوب برضه حضاري جديد. وهو المعنى ككل عباره عن ان احنا لولا ما كناش وصلنا دلوقتي، ما كانش فيه قابلين عرفوا وشافهم وعملهم ووصلونا اللي احنا لكده، فلازم نفتكرهم ولازم نبقى معاهم. وفي نفس الوقت احنا مهما كبرنا لسه صغيرين. الفنانه النجمه ليلى علوي، اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. وانا الحقيقه ببقى سعيده جدا اني بشوفك دايما حريصه على انك تشاركي في جميع المهرجانات وتكوني موجوده، سواء بعمل انت مقدمه بيه او تكوني بتشاركي جميع زملائك. الحمد لله. طبعا انا بحب الفن وبحب بلدي، فلازم اشارك يعني طالما الحمد لله في الصحه وما عنديش ارتباط بعمل او حاجه، طبعا احب اشارك. هي يمكن وانا بسالك النهارده واحنا بنعمل هذا اللقاء في ختام المهرجان وقبل توزيع الجوائز، جمله جميله قلتيها لي، بتقول يا رب. يعني جميل انك تبقي دايما يعني احساسك النفسي جميل بالجائزه، برغم الجوائز الكتير اللي انت اخذتيها، لكن مع كل جائزه، مع احساس جميل، مع كلمه يا رب قبل اي جائزه، ده احساس جميل انا عايزه اسمعه. بصي هقول لك حاجه، انا دايما في حاجتين بقولهم، بقول الحمد لله ويا رب، وكله مكتوب وانا راضيه. يعني متهيألي ما فيش احلى من كده. وفي نفس الوقت انا ما بقدرش اقول مثلا، يعني انا تعودت نفسي على حاجه، ويمكن مش تعودت عليها بس مني انا، يعني امي ربيتني على كده، ان انا اعمل الحاجه صح ومليش دعوه، يعني ما استناش حاجه. يعني حتى لو مثلا مش بس في شغلي، حتى في حياتي، في تعاملاتي مع الناس، انا اعمل اللي انا حاساه واعمل اللي عليا، وعمري ما استنى حاجه، يعني مش اعمل حاجه عشان حاجه. النهارده في توقع لليلى علوي الجائزه باذن الله. بصي انا من ساعه ما دخلت هم عمالين يقولوا كده التوقع. انا بقول انا خدت جائزه حلوه قوي قوي بعد العرض. فازت بجائزه احسن ممثله دور اول ليلى علوي. كانت جايزة لي ان انا اختار ان انا اعمل دور زي ده، لان فعلا من اهم الادوار اللي اي ممثلة تتمناها، لانه دور صعب ومركب وغني جدا، والعمل كله حلو قوي. وانا كان حظي حلو ان اشتغل مع اسرة العمل كلها، الاستاذ مجدي والاستاذ يسري الجندي والاستاذ محمد فوزي، الحقيقه والممثلين كلهم، ماجد المصري. وبالتالي انت خدتي حكم الجمهور كمان، يعني حب الجمهور ليكي، وهذا النجاح اللي كان باين من نبض الناس في ان الناس تحب عزيزه، وان الناس تحب تهاني، والناس يعني ويبقى في صراع بين الاثنين دول مع الناس. انا انت حبيتي؟ انا بحب الاثنين قوي 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 قوي، يعني ما اقدرش اقول لك
بحب الاثنين وكل واحده فيهم بتصعب عليا بشكل معين. و تقمصتيها بشكل مختلف وكل واحده كان ليها احساسها وليها مكياجها وليها. أنا مش تقمصتها، انا عشتيها. النهارده في ختام هذا اللقاء تقولي ايه لمهرجان القاهره الرابع للاذاعه والتلفزيون؟ هقول له مبروك علينا المهرجان، ويا رب عقبال مش الرابع هنقول ال 400 وال 4000، وان شاء الله ان شاء الله دايما يبقى صاحب الاعمال المتميزه لمصر وللعالم العربي كله، ودايما نشوف فيه اهم الاعمال العربيه تلفزيونيا وسينمائيا ايضا. امي اكتر يا عزيزه، خدي ايدك الجسم اللي الدنيا زادت نصين، سلامتك سلامتك يا حبيبتي، ايه اللي دلوقتي ما يهمناش، رجعنا شيء واحد، رجعنا مع بعض تهاني وعزيزة. شايفاهم الاتنين ايديهم في بعض، الضحكة الحلوة مقسومة على الخدين، ماشيين في طريق واحد، الدنيا في رايتهم. بتعملي ايه؟ عارف ان انا مش هيقدر يفوقك زي ما ارجعلك؟ ارجعلك فين؟ ايه العطارين؟ لا هنا للزمن. مش هي دي صورتنا الحقيقية تاني؟ دي صورتنا ايام زمان مش دلوقتي. احسن ممثلة دور أول دلال عبد العزيز. أصدقائي وصديقاتي، وفي مسابقة مسلسلات التراث الشعبي فاز مسلسل سعد اليتيم بالجائزة الذهبية، وفازت النجمة الممثلة دلال عبد العزيز بجائزة أحسن ممثلة في التراث. أهلا ومبروك. الله يبارك فيكي وميرسي قوي قوي. أنا لأول مرة في حياتي أخذ جائزة. يا رب ما تكونش آخر جائزة. لا إن شاء الله مش آخر، ورينا الجائزة الحلوة كده. أقول لك عليها ألف مبروك. مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون جوائز المبدعون للإنتاج التلفزيوني مسلسل التراث الشعبي أحسن ممثلة دور أول 98. جميل التعليق ده. جميلة، من عمال أعيدها عمال أقول وأعيد. الحقيقة يا دلالة لما شفناكي في سعد اليتيم وكان دور شرير للغاية الشخصية يعني، فما خفتيش ان دي مثلا ساعات الفنان يخاف ان الشخصية الشريرة قوي قوي دي تكره الناس فيه؟ او انا كنت خايفة جدا ومترددة ان انا اعمل الدور ده، لانه الشر صرف يعني كله شر، دايما كل بني ادم بيبقى فيه الخير والشر ولكن الشر يتغلب، انما دي انا متهيألي ان ما فيهاش خير خالص يعني هي كلها شر، فانا مستغربه ان انا باخد جايزه عن دور شريره، فاتضح فعلا ان هي من اصعب الادوار الواحد يؤدي شر، خصوصا ان انا والله مش طبيعتي ان انا ابقى شريره، فكنت بستحضر واعصابي وبحاول يعني استجمع الشر، وبعدين انا حاولت على قد ما اقدر طبعا، والتوفيق من عند ربنا، ان انا بعمل الشريره اللي هي شكلها طبيعي. دايما اتعودنا احيانا في البعض بيتخيل ان الشريره دي لازم تبقى وحشه او شكلها مش وحش، ده بيبقى اخطر شر اللي بيطلع من الشكل اللي ممكن يبقى يدي براءه شويه، ففي انا بذلت مجهود علشان اوصل ده للناس، والحمد لله ربنا وفقني. من المواقف او المشاهد الشريره جدا في المسلسل اللي كنت خايفه منها قوي، ويمكن برضو اللجان لما بتتفرج بيلاقوا موقف او اتنين او تلاتة غير ان الشخصية بشكل عام، لكن في مواقف بتكون مستفزة فنيا جدا.
الحقيقة في كتير قوي، فمن كترهم ما بقتش فاكرة يعني مشهد معين. يعني هي جاء عليها وقت من كتر شرها ممكن تقتل بنتها بالزبط. ممكن تتخلص من بنتها الوحيدة، كان فظيع. واللي هو ممكن أم توصل الدرجة بيها الانتقام إنها بتغير من بنتها وتبقى عايزة تاخد عريس بنتها اللي هو سعد، لمجرد إن هي اترفضت من أبو سعد في الأول وما رضيش يتجوزها اللي هو ابن عمها. هي شخصية كانت مركبة وصعبة، والحمد لله ربنا وفقنا. وطبعا أنا سعيدة عشان تلفزيون مصر إن الجائزة تعتبر للتلفزيون المصري ولقطاع الإنتاج، والأستاذ اسم الأستاذ زكريا الحجاوي، ويا رب يتكرر دايما. والمخرج طبعا إبراهيم الشوادي بدل. طبعا بنشيد هنا أنه هو أخد جائزة كمان أحسن مخرج تراث شعب. الأستاذ إبراهيم الشوادي أخد جائزة، والأستاذ مصطفى إبراهيم اللي هو السيناريست اللي كتب السيناريو والحوار أخد جائزة، ويا رب دايما. اول تليفون على الموبايل انا كنت سامعاكي وشايفاكي دلوقتي دنيا وايمي هم قالوا لك اول حاجه مبروك يا مامي، شفناكي وانت بتاخدي الجائزه. فيا رب. انا اول مره احضر مهرجان على فكره في التلفزيون، وزي ما يكون انا من اول ما طلعت من وانا جديده خالص كنت حلفه ان انا ما اجيش الا لو ليا عمل داخل المهرجان وداخل المسابقه. فالحمد لله ربنا وفق. الف مبروك ودايما جواز ان شاء الله. الله يبارك فيكي، ميرسي قوي. شوفي صريحه، انا مش مصدق عينيا. لا صدق، تعال. ضيق قمر الليله دي ابهى من كل قلب. امي قالت لي انك عايزاني في حاجه مهمه قوي، حسيت ان الارض مش سايعاني، حسيت اني طاير، طلعت لي جناح يا ست الناس. طب اتلهي على عينك وبطل غنى، مخك ما يروحش بعيد. العفو يا ست الناس، انا اصلي فاض بيا الهوى وصار طوفان. لو ما بطلتش الكلام الفارغ ده انا مش هعينك رئيس العصر. لا يا ست الناس، العفو انا خدامك. يا هنا بدران اللي انت محافظاله على العهد بالشكل ده. جابر بس خلاص، ما عدتش طايق يا ست الناس، عملتيه سلطان وهو ما يسواش. احتشم يا جابر، وما تنساش ان بدران اثبت لي ان هو مخلص ليا عنك. كفايه ان هو اللي قتل فاضل بايديه. طب وانت امرتيني وانا امتنعت؟ لو ما كانش بدران عملها كان زمانك لسه مرمي في السجن، وانا شايله ابن شامه بخدم في بيتها. فادي حظ المهبب، بتحبيه للدرجات يا ست الناس؟ اقول الحق؟ نفسي. لا انت ولا هو، طول ما في حاجه اسمها سعد اليتيم قلبي عمره ما هيعرف الحب. هو ده الحق يا جابر. ويسعدنا ان تكون بيننا من لبنان الشحروره صباح. مبروك تكريم الفنانة الكبيرة صباح. أهلا بحضرتك، مبروك تكريمك في مهرجان القاهرة الإذاعة والتلفزيون. ميرسي، ربنا ما يحرمنيش منكم. ربنا يخليك دايما لينا صبوحة مشرقة دائما. بنستمتع دائما بأعمالك الجميلة المتجددة دائما في جديد في جديد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا، وربنا يخلينا يا رب مصر وما يحرمناش منها ولا من فنها. النجمة الحلوة صباح النهاردة عايزة تقول إيه لمصر؟ بقول لها ربنا يديم السلام عليك يا مصر، يا حبيبة قلبي، يلي انت ليكي فضل عليا وانت اللي عملتيني، وتفضلي عايشة كده للأمة العربية كلها وجمهور العالم العربي اللي دايما بينتظر الصبوحة في أعمال دايما جديدة ومشرقة. حياتك هتقدمين ايه دايما جديد؟ انا دلوقتي بعمل قصة حياتي، بصورها 15 حلقة مسلسل التلفزيون. لو سألت حياتك انطباعك عن هذا المهرجان ايه؟ أنا عارفة أنك دايماً حريصة أنك تحضري جميع المهرجانات باستثناء التكريم. يعني الحقيقة الأيام اللي أنا كنت فيها كانت جميلة جداً، وبعدين طبعاً أنا بشكر الإذاعة والتلفزيون لأنهم يعني عملوا لي حاجات أنا يمكن ما بستاهلهاش يعني. خبرهم ربنا يخليهم يا رب، ودايماً يدونا الفن العظيم والرسالة العظيمة بتاعتهم. ألف مبروك، ومتمنى لك دايماً التوفيق ونجاح، وهنشوف حياتك في أعمال جديدة وقريبة جداً وفي سهرة جديدة. شكراً. أم كلثوم
مش ام كلثوم بقى. ما احنا انت جايب تسريحه ام كلثوم. اسم بيرهب يعني. اه فعلا كان عندي تصوير وطبعا بسرعه يعني لبسته كده وجيت على طول عشان مش عايز يفوتني ملتقى عربي حلو زي مهرجاننا يعني. ده شيء جميل بجد يعني. ليكي اعمال مشاركه يا سابرين؟ ليه عملين عمل هوانيم جاردن سيتي وعمل اسم جمهوريه زفته. متوقعه ايه؟ شوفي والله متوقعه يعني انه ما اعرفش انا كده يعني بحب قوي ان تبقى مصر هي في الرياده دايما يعني سواء ان انا او اي زميله اخرى ليا يعني ده شيء هيبقى مشرف لمصر اكيد يعني. فاتمنى طبعا ان اي يعني اي حد مننا يفوز بس اكيد هيبقى افضل ان انا اتمنى يعني اني احلم اني عملي يبقى فيه جهد وشغل وكده ياخد حقه يعني. صابرين عن دورها في مسلسل جمهورية زفتة. أم كلثوم وتسريحتها الجميلة والتيور بقى والحاجات الجميلة هنجيلك احنا في التصوير ان شاء الله. لا ده انتوا لازم تشرفوني ولازم طبعا تيجوا تتفرجوا كمان على الاتموسفير اللي احنا عاملينه وعلى الديكورات وعلى الشغل ومعنا 300 نجم ونجمة ومعنا يعني ان شاء الله عمل يا رب يا رب يوفقنا جميعا ويحوز على اعجاب كل المشاهدين العرب يعني. اتفرجتي على بعض الاعمال المشاركه في مهرجان التلفزيون؟ للاسف لم يسعني الحظ يعني لان كنت بشتغل على طول كل يوم عندي تصوير وكده فما قدرتش يعني بس الحمد لله سمعني في حاجات داخله جامده قوي يعني فربنا يستر. حاجات قويه جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهل الدار يا اهل الله. ايوه ايوه يا بنت عبدول تعال. العواف يا ابراهيم. الله يعافيك. تعالي. اجي ايه؟ انا مستعجله بدور على ابويا. هو ابويا مش هنا؟ مش حدا ابوك؟ لا لا حدا ابويا عم الجاب خل الباشا. طب اعمل لنا بقى ايه دلوقتي يا ربي؟ اعمل ايه؟ هعتل على ابويا ده بقى فين؟ ايه يا بنت عامله غلغل ايه؟ ايه هتلاقيه هنا ولا هنا يعني؟ هيكون الجيز خدوه ايه؟ عارف معاهم؟ وبعدين بقى بطل يلف في الشوارع، انت معطيه صغيره. صغيره؟ ايه معطيه صغيره. ايه؟ في ايه ابراهيم مالك؟ كل ما تشوف وشي كده تقعد تهب فيا صغيره ومش صغيره. في ايه اللي يشوفك كده ما يشوفكش لما حفيت ورا ابويا وقعدت تلف كده وتبرم حواليا وحواليه وبقى قلبك يعمل كده 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 من جوه علشان بس اوافق انا اني كتب كتابي. بس انا غلطان؟ ايوه والله كنت غلطان، كان لازما ما وافقش. بقول ان انا مش رايداك. ايه بقول كمان ان انا ما بحبكش ولا بموت ده بديلك. بس يا بنت بس يا بنت بس بلاش كلام فارغ. بس اسكت انا مش ناقص. ايه يا ابراهيم مالك؟ مفيش. انت عايز ابوك في ايه؟ مش انا اللي عايزاه، ده في واحد سمسار جه من طنطا وسال على ابوي وقال لي بيقولي له انه مستنيه في قهوه مستوكي. خلاص انا لما اعطر فيها بقول له. وانت بقى بطلي لف من هنا لهنا. لا والله لا والله يا ابراهيم انت بيك حاجه، انت بيك حاجه ومش عايز تقولي. هو انا كنت تايهه عنك يعني ولا تايهه عنك؟ مفيش اصل يعني متضايق شويه. متضايق من ايه يا اخويا؟ ايه اللي مضايقك؟ خلاص لا مفيش. يلا عضار يلا. احسن ممثله دور اول فازت بها سناء جميل أصدقائي وصديقاتي. وفازت السيدة النجمة القديرة الفنانة سناء جميل بجائزتين، جائزة عن دورها في مسلسل ساكن قصادي والجائزة الثانية عن اضحك علشان الصورة تضحك حلوة. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك مدام سهير. ميرسي قوي. فرحانة ومزعتات قوي قوي مبسوطة. ألف مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. ميرسي خالص. ويا رب كل مهرجان وانتوا طيبين شيء مفرح وبهيج ويعني عارفة بيدي أمل للواحد. بحس إن الدنيا بقت حلوة.
وبتضحك كمان عشان الصورة بتضحك. شوفي المفروض انه هو اللي يجيب لي هدية لانه هو اللي متجوزني مش انا اللي متجوزة، لكن انا بقى فكرت قلت لا انا كمان لازم اجيب له هدية علشان يعرف انه متجوز ست شيك ولارج. طب وهتجيبي له ايه؟ شوفي اهم هدية ممكن تجيبيها الواحد تكون حاجة هو محتاج لها. طب هو محتاج ايه؟ مش عارفة، انما من هنا اليوم الخميس يفرجها ربنا. طب وهتحتفلوا بيه ازاي؟ لا هنخرج طبعا، هنروح في ريستورون شيك قوي اسمه كوان دامور. دامور؟ دامور ايه يا انيسه؟ دامور ده تبع البافتا، امور يعني حب، وكوان دامور يعني ركن حب. ده المطعم اللي كنا بنروحه زمان في الايام الخوالي، ايام كمان كان بيحبني. حد يصدق فات على الكلام 25 سنه؟ فكرتيني باللي مضى. ايه انت كمان كنت بتقابلي سيد بيه في الريستورون؟ كنت بفضل رايحه جايه وهو قاعد بيشرب شيشه على قهوه بطاطا لحد ما هوسته. بطاطا ستريز اورجينال. جوائز لابطال فيلم الافتتاح اضحك الصوره تطلع حلوه، المؤلف وحيد حامد. بقول مبروك لاستاذ وحيد حامد، الف مبروك يا استاذ. ميرسي جدا. تعالى معانا. في الحقيقه دورك الرائع الجميل، نعم دورك الجميل في سور اضحك علشان الصوره تضحك هتطلع حلوه كان من الادوار الجميله جدا، انساني اجتماعي كوميدي بيجمع بين كل العناصر. كلميني عن دورك الحلو ده اللي خدتي عنه جايزه. شوفي مدام سهير، مفيش دور بيتعمل حلو ان لم يكن مكتوب كويس. أيوة. فالحقيقه الاستاذ وحيد حامد، مش عشان هو هنا، انا قلت قبل كده الكلام ده، يعني دور مكتوب. أيوة. بتفاصيله بحذافيره بكل دقيقه وكل بكل دقه قصدي. أيوة. بشكل ان لو اتحط هذا الدور في ايدي امينه، في فنان عنده احساس، لازم يبدع فيه. لازم، لان الماده غنيه. أيوة. لان مش ممكن الواحد يطلع عمل ما فيش بين ايديه ماده غنيه، ما هيعمل ايه. وحته الكوميديا وخفه الدم بقى والله. طب كويس. حتى كان ليكي مواقف كوميديه ولطيفه جدا في القائك وادائك وجمال ادائك حقيقي. الله يخليكي، ميرسي ميرسي، يا رب يعجب الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي مدام سهير، الف شكر. ميرسي ليكي يا استاذ وحيد حامد. معانا كده مبروك على خليكي معانا يا مدام سهى. مبروك على جايزتك عن اضحك علشان الصوره تضحك هتطلع حلوه. انا دايما بقول تضحك حلوه. الف مبروك على جايزتك. ولما حضرتك كتبت الفيلم ده كان في ذهنك مدام سناء جميل للدور ده؟ كان في اتفاق مسبق بيني وبينها. الحقيقه مدام سناء كانت دايما تقول لي وحيد يعني ايه انا عاوزاك تكتب لي، وانا من النوع اللي بيحب الممثل، وكان يعني ايه مدام سناء كانت عملت معايا مسلسل اذاعه فكنت مفتون بادائها، فقابلتها وتقدري تساليها. قلت لها مدام سناء انا عامل فيلم وحضرتك ليك دور فيه، قالت لي حلو، قلت لها ان شاء الله، وقد كان يعني. وفكرتي بيه بقى؟ افتكرتوه؟ فكرتي بيه؟ طبعا طبعا طبعا. يعني حاجه ما نسهلهوش، مش هنسهل الاستاذ وحيد دي ابدا طول عمري. اكيد. لان الدور حبيته بكل قلبي. اكيد. استاذ وحيد، الفيلم اجتماعي انساني كوميدي، فيه لمسات كوميديه جميله. حضرتك وانت بتكتبه كنت عايز تقول للمشاهد ايه من خلال هذا الفيلم؟ انا كنت عاوز اقول ان احنا كمصريين طبيعتنا سامحه، وان احنا جوانا خير كتير جدا، فيصح نسيب مساحه الخير جوانا هي اللي تتسع وهي اللي تكبر، ومساحه الشر جوانا هي اللي تقل. والرساله وصلت الحمد لله بشكل واضح جدا. اللي حصلوا على جوائز نجم الفنان احمد زكي والنجمه الحلوه دائما ليلى علوي. مبروك يا ليلى. الله يبارك فيكي. ميرسي.
احساسك النهارده؟ احساسي سعيده جدا الحمد لله، يعني خبطتين في الراس توجع. واخده جايزتين النهارده الحمد لله. لا طبعا ده انا يعني بقول كده مثلي ده جايزتين النهارده. لا النهارده بجد يوم سعيد جدا جدا جدا، مش ليا انا لوحدي، لكل زملائي والاسره فيلم اضحك ولكل الفايزين والفايزات. هو أسرة فيلم مصر ومن تلفزيون المصري ومن الدول العربية كلها، ومش عارفة يعني مبسوطة ومتلخبطة بصراحة. أتمنى للأستاذ شريف عرفة يكون معانا، والأستاذ أحمد زكي نجم البطل. تخيل الأستاذ شريف كان مرتبط بعمل، والأستاذ أحمد زكي في فرنسا برضو عشان الفيلم. عشان الفيلم. عشان الفيلم. لأن الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان العالم العربي، وانا هسافر بكره وهدي له الجايزه بتاعتي. هتاخديها معاكي؟ هاخدها معايا واسلمها له بنفسي. الف مبروك. وانتوا بتعملوا الفيلم حسيتوا ان الفيلم ده هيقول كلمه جميله، هياخد جايزه حلوه؟ لا هو انت عارفه حسينا بايه؟ حسينا فعلا ان احنا عيله وبنحب بعض، بشكل ان لما الفيلم خلص انا عينيا دمعت، الله مش هشوف ليلى تاني، مش هشوف احمد، مش هشوف منى، مش هشوف شريف عرفه، خلاص كل العشره دي خلصت. يعني حقيقي مش عيطت، دموعي رغرغت وانا سايبه البلاتو. مع ان في الفيلم كنت يعني قرشه ملح ليلى علي. بس قلت له لا، بس في الاخر قلت له عندك حق البت حلوه. لسه حافظه الحوار. لا الحوار ما يتنسيش، الكلام حلو قوي. يعني احنا من اول ما قريت، وحتى انا فاكره انا قريت السيناريو ده ابتديت اقراه الساعه 2 بالليل، وبعدين خلصته وقفلت، وبعدين رحت شاربه كوبايه شاي باللبن ورحت قاعده قريه تاني. ورحت مكلمه وحيد الصبح بدري. قلت له وحيد السيناريو تحفه. قلت له انا حاسه اني عايزه اقراه تاني، لان خلاني اتفائل بالحياه، وحتى لو انا متضايقه خلاني افك ضيقتي وخلاني اضحك وخلاني اعيط. فوانا بقراه حبيته حبيته جدا جدا، ولما شفته استمتعت اكتر بكتير لدرجه انا نسيت ان انا بمثل فيه. الله ده كان في الفيلم. طبعا اكيد عاملين الفيلم حلو فعلا، مش عشان خاطر الجائزه، لكن طبعا سعداء بيها جدا جدا، وسعداء بحب الجمهور وراي النقاد. وما اعرفش هتقولي حاجه عشان الصوره تطلع حلوه. هتقولي حاجه؟ عايزه اقول ان لغه السيناريو، اللغه، الكلمات اللي احنا بنقولها جديده لانج خالص بتاعت دلوقتي. ربنا يخليك. يعني ميرسي، شكرا. اشكر ورده، ورده كمان بقى حمرا دي. لو كانت ورده بيضه كنت غنيت. مبروك يا لا. الور ال 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 حبيبه قلبي. طب غني بقى اديها لي. المساله ان السيناريو، الكلمات اللي مكتوبه بتاعت النهارده، الموضوع ممكن يعني يكون عادي. ليه نجح؟ لان كله معمول بتاع النهارده، كله جديد. ايوه بتاع اللحظه دلوقتي دلوقتي. فادي العظمه اللي كانت في الاستاذ وحيد حامد، ربنا يخليه لنا يا رب. الف مبروك ليكم جميعا، ان شاء الله دايما جوائز، وبنفخر بكم ك يعني كم كبير من الجوائز، جايزتين وجايزتين وجوائز. الحقيقه ما شاء الله، يعني الف مبروك. مبروك يا لالا.